عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الثلاثاء 24 أوت أوغست 2021 والساعة 10:32 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك. أزل في اللون إخواني، حيا الله حرار البلاد أينما كانوا في الداخل وفي الخارج، حيا الله حرار البشرية أينما كانوا في أي وطن كانوا، الذين يدافعون عن المظلومين وعن المستضعفين وعن المسحوقين ويقفون في وجه الطغاة والظالمين، حياكم الله جميعا. لم يكن مبرمجا أن أكون معكم اليوم لايف، ولكن هاي الأحداث تتسارع، وها هي العصابة الحاكمة في البلاد تذهب في تتخذ قرار خطير للغاية، وهو قرار قطع العلاقات مع المغرب، العلاقات الدبلوماسية الحقيقة، لأن العلاقات الأخرى التجارية الحدود تقريبا كلها مقطوعة، يعني هناك حد أدنى من العلاقات في التجارية أو طيران في حدود الدنيا جدا، أما الآن فإن العلاقات اللي كانت متردية أساساً، سيئة أساساً، ضعيفة أساساً، فإن العصابة الحاكمة قررت اليوم أن تقطع هذه العلاقات. خلوني، أنا في الحقيقة كنت نهار كامل مشغول باتصالات كثيرة جداً، على رأسها وأهمها قضية أخونا محمد عبد الله، ذلك المقاوم، ذلك الشامخ، ذلك الصلب، الجبل اللي راه يواجه اليوم جلاديه بعد أن قامت إسبانيا بتواطؤ مفضوح بتسليمه إلى العصابة في سابقة تقريبا قليل أن تحدث على المستوى العالمي، أن تقوم دولة تدعي أنها ديمقراطية وأنها دولة قانون ودولة حقوق إنسان بتسليم لاجئ إليها. قبل 14 قرن لم يكن العالم قد عرف المعاهدات الدولية، ولا عرف المنظمات الدولية، ولا نسخ الحقوق الإنسانية، ولا القانون الإنساني الدولي، ولا اتفاقيات دولية، لم يكن العالم يعرف ذلك. كانت العلاقات بين الدول علاقات بدائية جدا. مع ذلك فإن ملك الحبشة ما يعرف اليوم بإثيوبيا والسودان، رفض أن يسلم لاجئين إليه مسلمين لجأوا بدينهم من طغاة مكة يومها، لم يسلمهم ملك الحبشة. 14 قرن لم يكن يزعم أنه صاحب حقوق إنسان وأنه صاحب ديمقراطية ودولة قانون، ولم يكن يقول ذلك، إنما المنطق الإنساني، إنما العقل السوي، إنما الفطرة السوية قال باللي هؤلاء لجوا عندي، والأدلة تاعكم يا كفار قريش، يا طغاة قريش، لم تقنعني بأن أسلمهم إليك، ورفض تسليمهم. أما ما يسمى بالحكومة الإسبانية فإنها وهي تزعم ديمقراطية وحق إنسان سلمت رجل لجأ إليها لكي يقاوم الاستبداد والفساد والطغيان اللي راه ماضي في هواه، ودي البلاد للداهية، دي البلاد للهاوية. وفي إطار أخذهم البلاد للهاوية كان اليوم إذن هذا القرار، والحقيقة أنه قرار ولكن له كثير من الارتباطات والأشياء الأخرى. خلوني نشوفه معاكم ونحاول نناقش نقطة نقطة، ناقش ما يسمى بالوزير الخارجية الجزائري نقطة نقطة فيما جاء، لأني شفت باللي البيان تاعو في 23 دقيقة. اصبروا عليا يا إخواني، ورايحين نشوفوه مع بعض. السلام على نبي الكريم. شكرا أصدقائي من أسرة الإعلام على الحضور، سعيد بهذا اللقاء الأول منذ تعييني على رأس وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.
اسمحوا لي بادئا لبدء وتبعا لإعلان المجلس الأعلى للأمن عن قراره بشأن العلاقات الجزائرية المغربية، اسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم البيان الرسمي التالي باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وباسم الحكومة الجزائرية. أولا، لقد ثبت تاريخيا وبكل موضوعية أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا، وذلك منذ استقلال الجزائر. وهذا العداء الموثق بطبيعته الممنهجة والمبيتة تعود بدايتها إلى الحرب العدوانية المفتوحة سنة 1963 التي شنتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر حديثة الاستقلال. وهذه الحرب التي عرفت استعمال المغرب لأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وفتاكة خلفت ما لا يقل عن 850 شهيدا جزائريا ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على السلامة الترابية لوطنهم، الوطن الذي ساهموا قبل ذلك بقليل في تحريره. ثانيا، على الرغم من الجراح الكبيرة التي خلفتها هذه المواجهة المسلحة، فقد عملت الجزائر جاهدة على إقامة علاقات عادية. نقش دقيقتين هذون ثم نروح لما هو قادم. القول من أن هناك عداء تاريخي من المغرب للجزائر هذه كذبة حقيقية وكذبة كبيرة. والدليل، لن نغوص في عمق العلاقات، لكننا خلونا نحتفظ فقط منذ الخمسينات بعد الحرب العالمية الثانية باختصار شديد، يعني لن نغوص في العلاقات هذا، لكن باختصار شديد. أول أمس عندما كنت أتحدث معكم في اللايف تاع يوم 21 قلت بأن من بين الأسباب اللي خلت أحرار الجزائر أن يقوموا باختيار 20 أوت كتاريخ للهجوم القسنطيني الشهير، الهجوم على الشمال القسنطيني الشهير، وكان هذا أكبر هجوم بعد أول نوفمبر 54، 20 أوت 55، فإن اختيارهم لعشرين أوت هو كان تكريماً واعترافاً وافتخاراً بالملك، كان يومها يسمى السلطان محمد الخامس رحمه الله، لأن محمد الخامس كانت في 53 سنتين قبل ذلك، كانت في نوفمبر 53 السلطات الاستعمارية الفرنسية قد طردته ورحلته إلى مدغشقر بعد أن رفض كثير من المطالب الاستعمارية وانحاز إلى الانتفاضة المسلحة آنذاك. رفضه وعدم خضوعه للاستعمار الفرنسي جعل من فرنسا أن تجمع كثير من المرتزقة اللي كانوا يسموهم نبلاء وأشراف ومن يشعر هناك، وقرروا بالإطاحة بالسلطان محمد الخامس الذي كان من أكثر السلاطين والحكام يومها رغبة في تحرر الجزائر. كانت مازال ما انطلقتش الثورة الجزائرية، لكن كان عنده شعور عميق، وكانوا جزائريين كثيرين في المغرب وكانوا يعرفوا أن ملك المغرب سلطان المغرب محمد الخامس كان قلبا وقالبا مع تحرير الجزائر اللي كانت استيطانية، لم تكن كما كان المغرب استعمارا
استعمارا عاديا كما يقال كلاسيك، بينما الجزائر كان استعمارا استيطانيا ان كوليزاسيون دو بوبلمون، اي ان الجزائر لم تكن موجوده، اي ان بالثوار الجزائريين هناك افتخار بالسلطان محمد الخامس رحمه الله وتكريم له باعلان الهجوم القسنطيني في 20 أوت 55. والثور الجزائري بالمناسبه اختارت كثير من التواريخ ذات القيمه العاليه للقيام باعمال معينه، منها الهجوم القسنطيني اللي يعتبر اكبر هجوم بعد اول نوفمبر واخطر هجوم بعد اول نوفمبر 54. بل واستمرت الحقيقه واستمر الدعم المغربي شعبا وارضا وبلدا وحكما في دعم الثوره الجزائريه اللي كانت اندلعت بعدها في 54 بعد عودة الملك محمد الخامس في 55، بعد أن اضطر فرنسا تحت الضغوطات أن يعود. كان محمد الخامس رحمه الله من أكثر المناصرين للثورة الجزائرية، مثل ملك ليبيا يومها ملك إدريس، وإلى حد ما الحكم في تونس بورقيبة. تونس كانت شعبا وبلدا مع الجزائر، لكن بورقيبة كان عنده بعض التلاعبات. إذا تاريخيا في الحقيقة أن تونس والجزائر والمغرب وحتى ليبيا كان هناك دعم كبير وكبير جدا للثورة الجزائرية. أنا عشت في ليبيا في بداية التسعينات، أولئك الذين كانوا يناصرون ويجمعون الأموال والسلاح والرجال في ليبيا الفقيرة جدا يومها إلى الثورة الجزائرية. والحقيقة أن جيش الحدود كان مركز رئيسي في تونس، وثاني مركز له وأخطر مركز له كان على الحدود الجزائرية المغربية. إذن تاريخيا في واقع الأمر المغرب شعبا وبلدا كان مناصر للثورة الجزائرية. والدليل الآخر هو أن طائرة الزعماء الخمسة، وهي أول طائرة تختطف في التاريخ، أول عملية اختطاف لطائرة في التاريخ فيما يعرف، قامت بها الاستعمار الفرنسي، كانت منطلقة من المغرب ذاهبة إلى تونس. وكان الحديث نتاع الزعماء الخمسة الجزائريين يومها، ربعة وواحد كان سكرتير لكن كانوا يسموهم زعماء الخمسة، كان الحديث على توحيد المغرب الكبير بعد اندحار الاستعمار. وظل الدعم المغربي، بل أن المغاربة إذا ما قلناش آلاف نقولوا عدة مئات، مصادر كاين مصادر تضعهم في الآلاف اللي حملوا السلاح. أما اللي كانوا يناصروا بالأكل والشرب والمأوى كانوا بعشرات الآلاف في الحدود، على الحدود، ولكن أيضا حتى داخل مدن أخرى مثل فاس ومراكش والرباط والدار البيضاء إلى آخره في الداخل. أما وجدة فكانت تقريبا كلها جزائرية، والمدن الأخرى المجاورة لوجدة في الجنوب. بل أن لحد اليوم ما زال هناك مئات الآلاف من أصول جزائرية، وقد أصبحوا مغاربة اليوم مع الزمان، وما زال كثير منهم من أصول جزائرية بقوا في المغرب، مثل ما هناك مغاربة بقوا في الجزائر أو جاءوا الجزائر بعد الاستقلال أو بقوا فيها قبل ذلك. إذا تاريخيا ما يقوله العمامرة كاذب. نعم، موضوع 63 هذا صحيح، موضوع 63 وهجوم الحسن الثاني على الحدود الجزائرية هذا صحيح، وهذا يعود لخصومة واقعة حول موضوع الحدود، بحيث أنه كان صار نقاش قبل الاستقلال، لكي دائما نكون منصفين، صار نقاش قبل الاستقلال من أن المغرب المغاربة المسؤولين المغاربة كانوا يقولون من أن فرنسا وسعت الحدود الجزائرية أكثر مما يجب في اتفاقية الاستقلال في 56، اللي بمقتضاها حصل المغرب على استقلاله في أعتقد في أفريل 56. في ذلك الوقت كان الجزائريين ورد ثوار الجزائريين من أننا نناقش هذه المسائل بعد استقلال الجزائر، نحن سندافع على هذه الحدود المرسومة، سنخرج فرنسا ثم سنناقش هذا الموضوع. بكل أسف وألم ولأسباب تتعرض من الجهتين، وقعت خصومات في الأشهر الأولى للاستقلال، ولم يكن ممكنا نقاش هذا الموضوع الحدودي. والأخطر من ذلك أن كان في الجزائر، كان قام جيش الحدود بالسطو على السلطة
في أوت في مثل هذه الأيام أوت سبتمبر 62 قام جيش الحدود قادما من المغرب وجد أساسا وقادما من تونس وقتل 2000 باعترافهم هم قبل 10 سنوات اعتبروهم شهداء 2000 من قبل ما كانوش يعتبروهم شهداء ولا مجاهدين من المجاهدين الجزائريين أقل شيء 2000 وجرح الآلاف واعتقل الآلاف منين؟ من المجاهدين الجزائريين اللي كانوا في الجبل. شكون اللي قام بهذا الشيء؟ جيش الحدود. من أغرب الأمور أن من اللي قادوا كتائب وقتل الجيش الداخل اللي هو جيش المجاهدين الداخل كان نزار على سبيل المثال، ونزار يعترف بذلك حتى في مذكراته يقول لك أنه كان يقود كتيبة من الدبابات وأنه كان برتبة ليتنا، أعتقد هو قايل ليتنا ولا كابيتان، لكن هو كان ليتنا وكان ملازم. ملازم أول، وقال أنه قتلت وأنا أعتذر أنه قتلت ولكن كان يجب أن نقتلهم حتى لا تصير فتنة إلى آخره إلى آخره. أي أنه في الحقيقة أن نظام الحسن الثاني تسرع في موضوع الحدود، لأن أصلا كانت هناك معركة تجري في الجزائر يومها ما بين جيش الحدود من جهة، وكان يقود أساسا بومدين بوتفليقة بن بلة وآخرين، وجيش الداخل، وأيضا زعماء من زعماء الثورة مثل بوضياف ومثل أيت أحمد وآخرين ممن رفضوا، اللي هما مش من مجاهدي الداخل كانوا في السجن، ولكنهم رفضوا أن يتم الاستيلاء على السلطة بالقوة من طرف الدبابات اللي جات بجيش الحدود. كانت ما زالت المعركة في الجزائر مستمرة والخصومات والخلافات، ولكن الحسن الثاني تسرع وبالفعل أقدم على غزو للأراضي الجزائرية كما رسمت بالحدود، وهذا كان خطأ وخطيئة كبرى، لأنه مش فقط أضر بالمغرب، خاصة أنه كان هناك تعاطف كبير جدا مع الجزائر لأنها كانت معروفة بثورتها وبخروجها، ولكن أضر بنا أكثر كجزائريين، لأن وش حدث آنذاك؟ حدث أن لما كانت الخصومات ما بين أيت أحمد وكل المجاهدين اللي كانوا منتفضين، سواء منتفضين مدنيا ولا منتفضين بالسلاح، أيت أحمد والجماعة كانوا حتى بالسلاح في الجبال، لما خرج بن بلة وقال حقرونا المراركة أو المغاربة، الناس قاع وضعت السلاح ورحت للحدود، مما فوت علينا فرصة كبيرة جدا كجزائريين من حل إشكالية السلطة اللي كانوا يسيطروا عليها العسكر بالدبابات، فكانت كارثة علينا كجزائريين، وأيضا أساءت للبلدين وأساءت لعلاقاتهما نتيجة لهذا الموقف من الحسن الثاني. هذه هي الحقائق التي يجب أن تقال وللجميع، لأن طبعا مرات الناس تأخذهم حمية الوطنية وحمية، يجب أن تقال الحقائق كما هي، لأن في النهاية هدفنا أننا شعب واحد، وأننا يجب أن لا تحدث خصومات، خاصة وأنه بهذا الموقف لقدر الله قد نذهب إلى حرب بين الأشقاء، ستكون مدمرة على البلدين وعلى المنطقة وعلى الشعبين، مدمرة تماما، وستنتهي بوجود قوات عسكرية صينية وروسية وأمريكية وفرنسية وإسبانية وإماراتية ومنش عارف منين في احتلال البلدين. ما تقولوش باللي هذا بعيد، من كان يعتقد أن ليبيا تحتلها كل هذه القوى؟ من كان يعتقد أن سوريا تحتلها كل هذه القوى؟ من كان يعتقد هؤلاء؟ من كان؟ لو استمع حكام هذه الدول لشعوبهم، ألم يكن خير أن تستمع لشعوبك وتحل مشاكل يعانون منها؟ أما أن تصبح اليوم مثل سوريا فيها كل جيوش العالم تقريبا، أو على الأقل كانت فيها لفترات وما زالت عدد كبير فيها، لماذا؟ خلينا ننزل نسمعوا الجزء الثاني. مع الجار المغربي، مع هذا من هذا المنطلق جاءت معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون، وكذا اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، وهي الوثيقتين الموقعتين في أبريل 1989 في الرباط، وفي عام 1972 الأولى في إفران والثانية في الرباط لتكريس مبدأ حرمة الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
ثالثا في عام 1976 قررت المغرب بشكل فجائي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر التي قامت حينها إلى جانب عدد من الدول الشقيقة الأخرى باتخاذ القرار السيادي بالاعتراف بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية. طيب في هذه النقطة تحدث فيما بعد عن فترة الستينات وبداية السبعينات اللي بالفعل شهدت انفراجة خاصة ما بين 69 و 72 شهدت انفراجة كبيرة في العلاقات. كان الملك المغربي يومها تعرض لانقلابين متتاليين، واحد في 71 والواحد في 72، وكانوا في اثنين كانوا قادوها جنرالات كانوا مقربين منه جدا، لعل أشهرهم كان الجنرال أوفقير. مما شهد انفراجة في العلاقات ما بين الجزائر والمغرب، وكانت هناك اتفاقيات بما فيها الاعتراف بالحدود كما ورثت عن الاستعمار أو كما كانت غداة الاستقلال، هذا صحيح، لكنه هنا يقدم كذبة كبيرة في الحقيقة. يقول لك أنه في 76 قام المغرب بقطع العلاقات كرد فعل على أن الجزائر ودول أخرى صديقة وشقيقة كما سماها الاعتراف بما سماه الجمهورية العربية الصحراوية. في الحقيقة هذا موضوع لا يختزل في هذه الكلمات، لأن كان فيه تفاوض وكان فيه نقاش وكان فيه من 73، أقل شيء من 73 لما بدأت تظهر نية الإسبان بقيادة الدكتاتور العسكري فرانكو يومها في الخروج مما كان يعرف بالساقية الحمراء والذهب والساقية الحمراء والذهب اللي تعرف اليوم بالصحراء المغاربة يسموها الصحراء المغربية، النظام الجزائري وعلى المستوى الأمم المتحدة في الحقيقة يسموها الصحراء الغربية. إذن وهناك دول تعترف على أساس أنها صحراء غربية وهناك دول تعترف على أساس أنها صحراء مغربية، لكن في الحقيقة الموضوع أبعد من أنه فقط باعتراف بالصحراء الغربية. الحقيقة أنه جاء أيضا، وهنا اللي تجاوزها كعادته هذا الكاذب ليزعم أنه وزير خارجية متمكن إلى آخره، هو أنه كان تم طرد عشرات الآلاف من الأسر المغربية المقيمة في الجزائر، وكان حدث ذلك في ديسمبر 1975 في اليوم الأول لعيد الأضحى يومها أو اليوم الثاني، لكن أرجح كان اليوم الأول في عيد الأضحى، نظن في 13 ديسمبر 75، طرد عشرات الآلاف من الأسر اللي كانوا هم يعتبروا رواحهم جزائريين، بل أن كثير منهم وأنا التقيت بعضهم كانوا شباب، كانوا في ذلك الوقت عمرهم 10 سنين 12 سنة 15 سنة، ولما التقيتهم كانوا فاتوا 50 من العمر، قالوا لم نعرف أننا مغاربة إلا حينما طردنا، لأننا كنا جزائريين في كل شيء، في لهجتنا في لعبنا في مدارسنا في، وكانوا متواجدين في وهران كما في تلمسان كما في مصغانم في بالعباس في غليزان في بجاية في العاصمة، كانوا متواجدين في كل مكان، طبعا الجزء الأكبر كان في المنطقة الغربية. الحقيقة واللي قام بذلك وأشرف عليه هو بوتفليقة شخصيا، كان وزير خارجية يومها مثل ما هو الأمامرة اليوم. إذن هنا وهو يقدم نقطة، صحيح أن موضوع أن الحسن الثاني يومها انزعج بشدة بإعلان القيام عما عرف باسم الجمهورية الصحراوية، لكن اللي سبق ذلك بحوالي شهر هو ذلك الطرد المهين واللي نتأثروا منه كلنا. احنا الآن إسبانيا سلمت خونة محمد عبد الله، القيامة قائمة، مع أن محمد عبد الله ما هو مسيحي، ما هو أبيض، ما هو أوروبي، ما هو، وانزعجنا بشدة عندما يطرد الحراقة، ننزعج بشدة. الآن في الغرب في كثير من الأماكن يتظاهرون لأن هناك أفارقة أو أسيويين أو جزائريين أو يتم طردهم من فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا، فما بالك أن آنذاك طردوا خاوتنا هؤلاء وطردوا بطريقة بشعة. فكانت في الحقيقة تجاوزها، ما تكلمش عليها، وهنا أنصاف الحقوق الحقائق، أخطر شيء هو أنصاف الحقائق، هو أن يقدم لك جزء قد يكون صحيح ولكن ما يقدم لكش الجزء الآخر الصورة الأخرى، وهذا ليس من شيمات الرجال ومن شيمات الأحرار والصادقين، مجموعة من الكذبة تقول ما تشاء. خلينا نسمع الجزء الآخر فيما بعد. وبعد 12 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية
البلدان سنة 1988، تطبيع العلاقات الثنائية وإدراجها ضمن منظور تاريخي يأخذ بعين الاعتبار المصير المشترك للشعبين الجزائري والمغربي وضرورة تعزيز التعاون المثمر بين البلدين. جاء هذا التطبيع سنة 1988 بعد الجهود الحميدة والجديرة بالتقدير التي بذلها عدد من رؤساء الدول، دول بلدان صديقة وشقيقة، يمكن ذكر من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الذي مكن التزامه الشخصي بالوساطة الفعالة من خلق مناخ سياسي ملائم سمح بتطوير الوضع بطريقة إيجابية. في هذا الإطار يجدر التذكير أن البيان المشترك الجزائري المغربي الصادر في 16 ماي 1988، والذي يمثل الأساس والأرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قد تمت صياغته ضمن أفق طموح ومسؤول، حيث تضمن 4 معايير هامة تشكل تطبيع العلاقات بين البلدين، جعلت من تطبيع العلاقات بين البلدين أمرا ممكنا. وهذه الالتزامات 4 المنبثقة عن البيان المشترك الجزائري المغربي تتلخص فيما يلي: الرغبة في تعزيز علاقات دائمة قوامها السلم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي، وإعادة التأكيد على صلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين، المساهمة الفعالة في تسريع بناء المغرب العربي الكبير، المساهمة في تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية المقدسة بما يكرس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشريف. ثم دعم، واقتبس من البيان المشترك، دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في كنف مصداقية تامة وبدون أي إكراهات. رابعا، وانطلاقا من مبادئها المعروفة، ترفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف، وقد أظهرت مواقف الجزائر الموثقة تاريخيا هذا الموقف المبدئي بوضوح، خصوصا خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة هددت استقرار وأمن المملكة المغربية. من جانبها تشن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربا إعلامية دنيئة وواسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها دون تردد في نسج سيناريوهات خيالية وخلق الإشاعات ونشر معلومات مغرضة. والأخطر من ذلك قيام أحد المفوضين للمملكة المغربية بانحراف خطير جدا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما سماه حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع. طيب نتوقف هنا يا
نتوقف هناك تعليق على هذا الجزء. عند هذا تصريح كما قال هو ما سماه حق تقرير المصير الشعب القبائلي الشجاع اللي قالوا أحد ممثلي النظام المغربي. قبل ما نصل لذلك في الحقيقة أنه تجاوز هنا أيضا تلاعب الحقائق، تجاوز مجموعة أشياء، تحدث على الفترة اللي عرفت فيها إعادة العلاقات بداية من ماي 88 واللي بنيت على أسس جديدة وجاب المعايير الأربعة، وهذا صحيح. بالمناسبة هو كان يومها ما يعرف بالدابي، أي أنه كان مسؤول ديريكتور دي زافير بوليتيك انترناسيونال، هو شخصيا يعني كان مدير الشؤون السياسية الدولية في وزارة الخارجية. وأنا كنت يومها كدبلوماسي شاب التحقت بوزارة الخارجية في 86، قضيت هناك حوالي 9 أشهر، ثم رحت خدم الخدمة العسكرية ثم عدت. كان ما زال هو في المنصب نتاع دابي فيما أتذكر يعني، وكنت نلقاه حتى في الكولوار يعني، نطلع مرات في نفس الأسانسور إلى آخره، أو نجد أنفسنا متواجدين في نفس المقهى اللي نشرب فيه قهوة لما يكون عندنا الساعة نتاع الخروج للأكل إلى آخره. ما قاله جزء هذا اللي ذكره جزء صحيح، ما لم يذكره وراح وصل إلى غاية الحملة المتواصلة، وأن في الحقيقة وقعت واقعة بالضبط مثل اليوم، بالضبط مثل اليوم قبل كم؟ قبل 27 سنة، وهي ما عرفت بحادثة مراكش. خلنا نسمعوها من أخبار ذلك الوقت، نسمعوها من أخبار ذلك الوقت باختصار شديد، ثم نعود للتعليق عليها ولماذا؟ لأنه مر مرور الكرام على غلق الحدود، وهذا هو لأن واحدة من أصل المشاكل، هناك مشكلتين رئيسيتين ما بين النظامين القائمين في المغرب والجزائر، مشكلة الصحراء ومشكلة الحدود، هذان هما القضيتين الرئيسيتين. من بعد تجي خلافات أخرى وخصومات أخرى تتفرع عن هذه القضيتين الرئيسيتين. خلنا نسمعوا ماذا حدث في مثل هذا اليوم قبل 27 سنة، 94 يعني، 24 أوت 94. الجزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية هم مرزوق هامل وأي تي دير ستيفن وحماد رضوان. هذا اللي قالت السلطات المغربية أنهم نفذوا ما عرف أو يعرف الآن أيضا بواقعة فندق أسني بمراكش. أقدم الحسن الثاني على خطأ فادح، وهو أنه قرر أن يضع التأشيرة، وكانت الجزائر تشهد بدايات الحرب القذرة، كنا في 94، رانا في 94، راهي كما يقول كوريدي يعني، راها لحد الآن قتل في الجزائر أكثر من 20 إلى 22 ألف جزائري بعد انقلاب 11 يناير 92. لكن قرر الحسن الثاني ذلك اليوم بارتكاب خطأ فادح، وسأفسر لماذا أصفه بالخطأ الفادح. وأعلن بوضع التأشيرة على الجزائريين، كانت تقريبا كل دول العالم مغلقة على الجزائر تقريبا يعني، ما عدا ليبيا، تونس، شوية سوريا، وبعض البلدان هنا وهناك يعني كما راهي الآن، والله الآن شوية أكثر حتى. ولكن الأخطر من ذلك أنه أيضا قال بأن الجزائريين حتى الذين يحملون جنسية أجنبية، فرنسيين، بريطانيين، ألمان، هنود، فيتناميين، أي واحد حتى ولو يحمل جنسية أجنبية وهو من أصل جزائري، فإنه أيضا يجب أن يحصل على تأشيرة لكي يدخل للمغرب. كانت هذه في 26-27 أوت 94. في صبيحة أعلن هذا في المساء، في الصبيحة كنت رايح ككل يوم تقريبا إلى مقر عملي بسفارة الجزائر بليبيا. بمجرد أن باركيت السيارة أمام السفارة في موقع خاص، لقيت الحراس نتاع الباب الصغير والحراس نتاع الباب الكبير، يعني كانوا زوج أبواب، واحد جاراج وواحد باب صغير، كلهم يجروا نحوي يقولوا لي السفير، السفير يحتاجك، يحتاجك بسرعة، راه قال لما يجي سي محمد يطلع مباشرة. خير واش كاين؟ قالوا مش عارفين.
طلعت، السفير كان وصل قبلي حوالي ساعتين، أنا وصلت مع 9 هكذا. ولقيت نفس الشيء، السكرتيرة مرعوشة قالت لي سي محمد راه من قبل يستنى فيك، كان السفير اسمه محمد السعيدي بالضبط. فدخلت قلت درك هذا كنت خاصم معاه يعني، بالرغم أن كانت علاقتي جيدة معه. فلقيته يبتسم يضحك ويقول لي أروح سي محمد أروح وأسرى نطلب قهاوي. فاستغربت يعني، أنا كنت نشعر باللي هناك شيء خطير يعني. قال لي اجلس اجلس. قلت له واش كاين؟ قال لي راهو الحسن الثاني دار الغلطة تاع عمره. هذا كان، ربما رويت هذه القصة من قبل لكن للتذكير اللي ما سمعوهاش، محمد سعيدي رحمه الله كان عين سفير للجزائر في أفريل أو في ماي، أفريل نهاية أفريل بداية ماي 94، عين سفير للجزائر في طرابلس. وكانت الجزائر ما عندهاش سفير ما بين سبتمبر وأفريل، يعني العلاقات كانت سيئة جدا ما بين الجزائر وليبيا، ليبيا القذافي يومها، موضوع آخر هذا. وكان هذا قبل أن يعين سفير كان هو رئيس ديوان المجلس الأعلى للدولة ما بين مقتل بوضياف، بالضبط في 1 جويلية، بوضياف قتل قبل ذلك بيومين، ومجيء زروال في 1 فبراير، 1 جويلية 92 إلى 1 فبراير 94. يعني قعد في مركز مهم جدا جدا، رئيس ديوان تاع علي كافي، يعرف كل شيء يمر عليه كل شيء في تلك الفترة اللي دامت حوالي تقريبا 20 شهر تقريبا. فكان يعرف تفاصيل العلاقات وتفاصيل الخصومات والصراعات وأشياء كثيرة جدا. وكان إنسان كبير، كان عمره تقريبا 65 سنة لما عينوه، كان يحب يدردش معايا، ولذلك في الحقيقة أنا خذيت معلومات كثيرة من عنده في الدردشة، وعرفت تعرفت على أشياء كثيرة أنا ذاك. لكن في هذه الواقعة جلسنا، قال لي الحسن الثاني ارتكب خطأ عمره. قلت له لماذا؟ قال لي لأن الجماعة رايحين يغلقوا الحدود. قلت له يغلقوا الحدود هذا قرار خطير. قال لي هذا واش كنا نحوسه، هذا واش كنا نستناه. في واقع الأمر ما كناش قادرين نديروها لأننا نضروا بالاتحاد المغاربي. أنا ذاك كان تأسس الاتحاد المغاربي في فبراير 88، وكان صعب أن الجزائر تغلق الحدود بدون سبب. فقال أما وأنه ارتكب الخطأ الفادح فراح تسمع بعد شوية أنهم أعلنوا عن غلق الحدود. قلت له هذا سيؤثر بشكل رهيب على العلاقات مع البلدين، يضر الاقتصاد. قال لي ما يهمش. قال لي صراحة الجماعة ما يهمهمش الموضوع، راه السلطة راهي في 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 خطر شديد، الجية والجماعات هذه راك تشوف واش راهم دايرين، دولة الدولة ودولة النهار ودولة الليل. وأبدأ يحكي لي، قال لي ولذلك الجماعة مش رايحين يتراجعوا على غلق الحدود. قال لي بعد شوية تسمح. تقريبا ممكن ساعة ولا ساعة ونص بعد ذلك، فإذا تجيب الأخبار عاجلة، كانت أنا ذاك في الراديوات ما كانش تلفزيونات والإنترنت، تجي الأخبار عاجلة. فتحنا كلنا، كان عندي راديو في المكتب، فتحته على فرنسا انتر، على ميدي آن، على البي بي سي. بعد ساعتين يمكن يخرج الخبر، وجاتنا في نفس الوقت برقية رسمية على أن الجزائر قررت أيضا فرض التأشيرة على المغاربة، وزيادة على ذلك غلق الحدود. هذه الحدود مغلقة لحد الآن، عمرها الآن 27 سنة. والحقيقة أن الحملات الإعلامية والاختراقات الأمنية والمناوشات اللي صارت من حين لآخر ومحاولات التجسس على القنصليات وسفارتي البلدين كانت من الطرفين، كانت من الجهتين ومن الطرفين ومن النظامين بعد هذه الواقعة. ولماذا هذه الواقعة أيضا؟ لأنه في الحقيقة الحسن الثاني صرح في شهر، نهاية شهر جانفي بداية فبراير 92، بعد أسابيع من الانقلاب، قال كنا نتمنى أن يتولى الإسلاميون الحكم في الجزائر لننظر ماذا يفعلون، هل سيكونون في المستوى أم أنهم سيعيدون البلاد إلى قرون ماضية وإلى آخره. هذا الحديث من الحسن الثاني يومها تقبلوه في الجزائر بكثير، جنرالات يومها اخذوه بكثير من الغضب،
بكثير من الغضب والانزعاج. فيما بعد جاءت قضايا أخرى مثل قضية هروب العييدة هناك وتسليمه من طرف المغاربة، إعادته لحسن لنزار وقضايا أخرى، يعني قضايا طول الحديث عنها. المهم القضية إذن لا تبدأ من مما قاله المسؤول المغربي عن أو فقط حملات إعلامية من الجانب الجزائري. يجب أن نكون منصفين، الإنصاف مهم جدا. إذا لم يكن الجزائريون وإذا لم يكن الجزائريين والمغاربة منصفين في هذه القضية، فبلداننا البلدين سيتم تدميرهم على المدى القصير مش على المدى البعيد، يعني لأن هناك قوى خارجية تريد تدمير المنطقة المغاربية كما دمرت المنطقة المشرقية، كما دمر المشرق العربي، يريدون تدمير المنطقة المغاربية. وربما نتكلم على الموضوع هذا كي ننهي الحديث. للأسف الأمور تجري في هذا الاتجاه، ولذلك أنصح الناس، راهي مسؤولية كبيرة جدا جدا، مسؤولية أمام الله، مسؤولية أمام التاريخ، مسؤولية أمام شعوبنا، مسؤولية على بلداننا، على أن لا تنخرطوا في الخصومات والصراعات لأنها ستكبر. ويعرف الناس كيف تبدأ الحروب ولكنهم لا يعرفون كيف ستنتهي. إذن يا العمامرة كان يجب أن تشير إلى موضوع غلق الحدود وتشير إلى فرض التأشيرات من طرف الحكومة المغربية يومها، رد النظام الجزائري وغلق الحدود اللي شكل بالنسبة للمغاربة، خلونا نفتحوا هنا قوس صغير، مشكلة حقيقية. لماذا؟ لأن الجزائر عندها حدود مع تونس، مع ليبيا، مع النيجر، مع مالي، مع موريتانيا، مع الصحراء ومع المغرب. بينما المغرب ليس له حدود إلا حدود قصيرة، إذا اعتبرناه أنه هو مسيطر الآن على الصحراء، مع موريتانيا في الجنوب، والحدود الجزائرية اللي هي في حدود 1600 كيلومتر، أطول حدود للجزائر إذا أخذنا كل الحدود الجزائرية المغربية. إذن بالنسبة للمغرب والمغاربة قالوها كثير من المرات، قالك نحن تحت حصار، لأن غلق الحدود بالنسبة إلينا يعني عدم إمكانيتنا لا لشمال إفريقيا إطلاقا، يعني شمال إفريقي مغلق وأجزاء حتى من الشرق الإفريقي والغرب الإفريقي، يعني يجب أن ينزلوا تماما إلى موريتانيا ثم باش يدخلوا إلى إفريقيا الغربية، أي أن إفريقيا في الأجزاء الأساسية منها مغلقة عليهم بسبب غلق الحدود. هذا بالنسبة إليهم مزعج، وهذا بالنسبة لنا نحن ما ينفعناش. نحن أيضا يضرنا كجزائريين لو ننظر فقط للمصلحة الوطنية بدون المصلحة ككل المنطقة، طبعا مضر جدا لمصلحة المنطقة ككل. ولذلك هم يعتبروا هذا لا يقل خطورة على قضية الخصومة حول قضية الصحراء. إذن هذه أيضا مركزية. الآن خلنا نسمعوا المقطع اللي بعده. أصدرت قبل قليل وزارة الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم تشكل تطبيع العلاقات بين يجدر التذكير أن البيان المشترك الجزائري المغربي الصادر في 16 ماي 1988 والذي يمثل الأساس والأرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد تمت صياغته ضمن أفق طموح ومسؤول حيث تضمن 4 معايير هامة تشكل علم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي وإعادة التأكيد على صلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين المساهمة الفعالة في تسريع بناء
المغرب العربي الكبير. هذه أيضا كنا سمعناها. من البيان المشترك دعم حل عادل. رابعا وانطلاقا من مبادئها المعروفة، ترفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف، وقد أظهرت مواقف الجزائر الموثقة تاريخيا هذا الموقف المبدئي بوضوح، خصوصا خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة هددت استقرار وأمن المملكة المغربية. من جانبها تشن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربا إعلامية دنيئة وواسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها دون تردد في نسج سيناريوهات خيالية وخلق الإشاعات ونشر معلومات مغرضة. والأخطر من ذلك قيام أحد المفوضين للمملكة المغربية بانحراف خطير جدا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما سماه حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاعة. انتهى الاقتباس. كنت حاب هنا نتوقف، والحقيقة وبكل صراحة لإخوانا المغاربة وفي كل مكان، أنا يومها لما صدر هذا الموقف من السفير المغربي في الأمم المتحدة وتحدث عما سماه استقلال منطقة القبائل والشعب القبائلي الشجاع، قلت هذا ليس سفير، هذا سفيه، وها أنا أعيدها وأكررها، وقلت بأن هذه فرصة تعطى للنظام العسكري لكي يوجه ويبحث ويكبر الخصومة مع النظام المغربي. ليس هناك جزائري في الأرض جميعا، بل أن كل إنسان لا يقبل المساس بأرضه. إخواننا المغاربة يقولوا أن هذا جارد على تدخل الجزائر في قضية الصحراء. إخواننا المغاربة في هذا الموضوع تعرفوا موقفي من العصابة ومن نظام الجزائري، لكن دعونا نكون دائما منصفين. الذي قبل بأن ترفع القضية باعتبارها إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن هو الحكومة المغربية، هو نظام الحسن الثاني. بغض النظر تقولون أنه كان ضعيفا أو لم يكن ضعيفا، هو قبل على أساس أن يجرى استفتاء لتقرير المصير يقرر فيه الشعب الصحراوي إما الانضمام للمغرب أو الاستقلال في دولة أو طريق ثالث. كان هذا باختصار ما قبله وما قبلته الحكومة المغربية. ولذلك النظام الجزائري عندما يحاجج أو أي إنسان يقول لك باللي القضية الآن راهي عند الأمم المتحدة لأن فيه قبول من النظام المغربي. أنا قلت أكثر من مرة أنا لا أقبل، أنا لو كنت مغربي لا أقبل للأمم المتحدة أن تقرر. إذا كنت مقتنع تماما من أن هذه الأرض أرضي، فإني لن أقبل لا للأمم المتحدة ولا لأمريكا ولا لفرنسا ولا للصين ولا للهند ولا لغيرها أن تقرر إذا ما كانت هذه الأرض أرضي أم لا، وتضع منش عارف. الأمم المتحدة لن تحل هذه المشكلة. توطير المنطقة مطلوب لذاته خاصة لبيع السلاح، لكن أن يأتي سفير باسم الحكومة المغربية ويتحدث عن منطقة في قلب الجزائر، في قلب الجزائر ليس حولها خصومة ما بين الجزائريين، اللهم إلا فئة قليلة جدا 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 تبحث وكانت تتحدث على لوتونومي دو لاكابيل، مش حتى على لا سيباراسيون ولا لانديبوندونس ولا سميه ما شئت، كانت اسمها لو موفمون بور لوتونومي دو لاكابيل الماك، اي انه نوع
من الحكم الذاتي. طبعا الأوتونومي هنا تعني عدة أمور، لكن بكل تأكيد لا تعني الانفصال أو الاستقلال كما يسمى، بكل تأكيد إنما تعني حكم موسع، حكم ذاتي موسع، حكم ذاتي مضيق، حكم ذاتي فيدرالي، عدة أسباب، عدة معاني. لا يعقل أن يقارن أحد أن ما قاله السفير المغربي فيما يتعلق بمنطقة القبائل على ما يقال من أنه رد على عدم الاعتراف بمغربية الصحراء، ليس سواء. وقلت يومها أن الخصومة في قضية الصحراء هي أساساً ما بين النظام الجزائري والمغرب، وإن كان ليس هناك تفاصيل دقيقة عن عدد الجزائريين ليعتبروها مغربية أو غربية أو مستقلة، إلا أن الخصومة الأساسية هي ما بين النظام الجزائري والمغرب. أما عندما تدخل القضية وتروح تمس منطقة هي في قلب الجزائر، وأي كلمة عن استقلالها يعني تفتيت الجزائر، مش حتى قال جاية في الجانب، جاية في الجنوب، جاية في الطرف الغربي، في الطرف الشرقي، في الطرف، لا هذه في القلب، أي مساس بها يعني تفكيك للجزائر، فهذا لا يتساوون، مش كيف. ثم ما فيش دولة أو جهة أو اعترفت بحاجة اسمها استقلال المنطقة، ما فيش. مع ذلك أنا أقول أن حل قضية الصحراء هو حل يجب أن يكون مغاربي خالص، خاصة جزائري مغربي، وأن قيام دولة مدنية في الجزائر، دولة عدل وحق وقانون، بكل تأكيد سيساهم في إيجاد أفضل الطرق لحل هذا الإشكال اللي استهلك منا ملايير الدولارات، ومستهلك منا أبنائنا، ومستهلك منا خصومات، ومستهلك منا تجارة ضائعة وسياحة ضائعة وعلاقات أخوة ضائعة وكل هذا الهموم. الصحراء ذبحتنا كجزائريين وكمغاربة هذه القضية، لكن عندما يأتي هذا فيهاجم ذلك، فإن ليس هناك جزائري واحد يحمل هذا الاسم ويقبل ما قاله السفير المغربي اللي قلت عليه سفيه، وهاي تبين الأحداث الآن أنه بالفعل كان سفيهاً بكل ما تعنيه الكلمة. سواء خاوتنا في المغرب قبلوا هذا الموقف ولا ما قبلوش، هذا أمر فكروا فيه جيداً، لكن راه مليح مرات اللي بكيك مش اللي يضحكك، اللي يقول لك باللي هذا خطأ وكان يجب أن لا تمضي هذا الطريق، لأن نحن نعرف أن العصابة تبحث عن مشاجب، عن شماعات، عن غول تشمع عليها أخطائها، وجاء هذا السفيه وأعطاه فرصة استثنائية، وبالفعل خذوها الآن على أساس أن هذه النقطة في الوقت اللي الشعب الجزائري يواجه ويغرق في مآسي وأزمات كثيرة ويواجه هذه العصابة العسكرية، هاي توجه الأنظار في اتجاه عدو هو في الحقيقة أشقائنا وإخواننا ونحن شعب واحد. ندين بأقوى العبارات كما أدنتها في لحظتها يومها ما قاله هذا السفير المغربي، غير مقبول ولن نقبله، أي جزائري لن يقبله، لأنه باختصار بسيط لا قدر الله يحدث يعني تفتيت جزائري للأبد. هذه مش حتى منطقة كما قلت في الطرف. في مواجهة هذا الاستفزاز الذي بلغ ذروته، أبانت الجزائر عن ضبط النفس من خلال المطالبة علناً بتوضيح من سلطة مغربية مختصة ومؤهلة، إلى أن الصمت الجانب المغربي في هذا الصدد والذي يستمر منذ 16 جويلية الفارط يعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل. إنه من الواضح اليوم
إنه من الواضح اليوم أن المملكة المغربية قد تخلت بصفة خطيرة وممنهجة بشكل كلي أو جزئي عن الالتزامات الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية والأرضية المرجعية التي تقوم عليها عملية تطبيع العلاقات بين البلدين. فلقد جعلت المملكة المغربية من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة للتخطيط والتنظيم والدعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والمنهجة ضد الجزائر. آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارة رسمية للمغرب بحضور نظيره المغربي الذي من الواضح أنه كان المحرض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبررة. وهنا تجب الإشارة إلى أنه منذ عام 1948 نحبس هنا قبل أن نرجع إلى تجب الإشارة أنه منذ عام 1948 هنا العمامرة يشير إلى أن المغرب فتح قال بصحيح العبارة من أنه فتح لأن عندي الوثيقة هنا أيضا أن المملكة المغربية قد تخلت بصفة خطيرة ومنهجة بشكل كلي أو جزئي عن الالتزامات الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية والأرضية المرجعية التي تقوم عليها عملية تطبيع العلاقات بين البلدين. لقد جعلت المملكة المغربية تروبها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والمنهجة ضد الجزائر. في الحقيقة هو يقول هنا من أن بمعنى أن المغرب النظام المغربي الحكومة المغربية متحالفة الآن مع إسرائيل وأصبحت الأراضي المغربية مفتوحة للكيان الإسرائيلي ليخطط ضد الجزائر. ليس هناك هنا أيضا الموضوع يجب أن يكون فيه النظر بكثير من الإنصاف. ليس هناك لحد الآن قواعد عسكرية للكيان الإسرائيلي في المغرب، قواعد عسكرية كما هو متعارف عليها. ليس معروف إذا كانت لديهم شقق، فيلات، مراكز، مباني يستخدمها الكيان الإسرائيلي كجيش أو كمخابرات في المغرب. هذا ليس معروف، هو يتهم يقول باللي موجود، لكن هل هناك جهة مستقلة أكدت؟ فيما أعرف ليس هناك جهة مؤكدة. مرة أخرى هنا، عندما أقدمت المملكة المغربية على تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي قمت أنا شخصيا، وهذا موقفنا في حركة رشاد، وأعتقد أنه الموقف الغالب الأعم في الجزائر، وأعتقد أنه أيضا موقف ربما مهم جدا ولجزء ربما كبير لدى الشعب المغربي. ما نش عارفين هل هو جزء كبير جدا كبير في إلى حد ما، ما نش عارفين أغلبية أم لا، اللي هو مش راضي ورافض للتطبيع العلاقات مع الجار الإخوة المغاربة لتطبيعهم مع الكيان الإسرائيلي. الكيان الإسرائيلي يحتل فلسطين، ده منها 78% من أرض فلسطين سماها إسرائيل، و22% ما زالت محتلة، وغزة اللي هي 2% مش محتلة كل مرة تشوفوا يدمرها. لا يعقل بغض النظر عن كل ما هو علاقاتنا، علاقات أخوة، علاقات عرقية، لغوية، دينية، كل هذا موجود مع الفلسطينيين، لكن حتى لو جاءوا فيتناميين أو هنود أو في جنوب إفريقيا أو في شمال آسيا، نحن ضد احتلال شعب لشعب ودولة لدولة. ولقد أدنت أنا من هنا من هذا المكان هذه العلاقات غير الطبيعية وغير المقبولة ما بين الحكومة المغربية والكيان الإسرائيلي. ما ذهبت إسرائيل والكيان الإسرائيلي لمكان إلا وزعزعه، إلا وشتته، إلا وضربه.
وبالتالي فالتطبيع مدان ومدان بلا تحفظ، وقلنا هذا بصريح العبارة. لكن نحن ندين كل أنواع العلاقات السري والعلني. هذه العلاقات معلنة ما بين النظام المغربي والكيان الإسرائيلي. هناك علاقات سرية ما بين العصابة والكيان الإسرائيلي. هنا وربما المساعد راه يسمعني، زيد نبعث لكم الفيديو أو الصور اللي الإسرائيليين جنرالات إسرائيليين بجانب جنرالات جزائريين في إطار الحلف الأطلسي، وهناك مناورات مشتركة، مناورات أطلسية قام بها الحلف الأطلسي شارك فيها جنرالات الجزائر إلى جانب جنرالات إسرائيل، في حين أن السويد رفضت أعتقد في 2006 أو 2008 2009 بعد الاعتداء الإسرائيلي على غزة في ديسمبر 2008 كانت هناك مناورات في 2009، رفضت دولة السويد مملكة السويد المشاركة فيها باعتبار أن جنرالات إسرائيليين المشاركين فيها أو الجنود الإسرائيليين قد قتلوا فلسطينيين، في حين أن العصابة لدينا شاركت بشكل سري دون أن يعلم الشعب الجزائري في هذه المناورات مع الكيان الإسرائيلي. وفي بداية 2000 مع مجيء الدجال بوتفليقة أرسل وفدا من صحفيين وكتاب ومن عارف فنان هنا إلى آخره إلى الكيان الإسرائيلي، وقادة خليدة مسعودي، خليدة اللي عرفت بعدين بخليدة تومي اللي راهي تقبع اليوم في السجن نتيجة صراع العصابات، قادت هذا الوفد وصحفيين من عدة جرائد خاصة الجرائد الاستئصالية، وعادت وبعد أشهر عينت خليدة مسعودي وزيرة إعلام ناطقة رسمية باسم الحكومة الجزائرية كعربون واعتراف وتقديم لها لما قامت به بشكل سري شبه سري في العلاقات ما بين العصابة والكيان الإسرائيلي. بل أن بوتفليقة راح والتقى اللوبيات الإسرائيلية في فرنسا وفي الولايات المتحدة وفي عدة بلدان زارها، وقع على أساس أن نبنوا علاقات جديدة إلى آخر. بل أن بوتفليقة سلم على يهود باراك قاتل الفلسطينيين وأطفال الفلسطينيين في جويليا 99 على هامش جنازة الحسن الثاني في المغرب بالمناسبة. أي أن هناك علاقات سرية وغير سري وغير معلنة ما بين العصابة والكيان الإسرائيلي. ما أزعج العصابة اليوم بتصريح وزير الخارجية الإسرائيلي أو ما يقول أنهم متواجدين الآن في المغرب هو أنه هنا إسرائيل ليست ضد المصالح الجزائرية أو الشعب الجزائري والدولة الجزائرية، إنما قد تكون ضد الجنرالات، لأنه على الأرجح بيغاسيس والتجسس على الجنرالات وعلى مسؤولين جزائريين كثير أدى إلى كون أن كشفوا وكشفت كثير من المعلومات والأسرار والفضائح الأخلاقية والمالية لبعض كبار العصابة. هذا اللي أصبح مزعج لهم بالتقارب الشديد ما بين الكيان الإسرائيلي والنظام المغربي. مرة أخرى أقول أننا نحن ندين هذا التقارب ونرفضه، لكن النظام الجزائري اليوم إذ يعلن رفضه لهذا التقارب وإدانته ويعتبر أنه يقطع العلاقات كأحد الأسباب لهذا، فهذا كذب ونفاق، لأن علاقات سرية موجودة ما بين الكيان الإسرائيلي، أو على الأقل وجدت وبالأدلة ما بين الكيان الإسرائيلي وهذا النظام. ربما نمشي شوية الفيديو لأني نشوف أنا فتنا ساعة وما زال الفيديو في حوالي نصف المقطع. يعني نشوف أن هنا راه في حديث مرة أخرى يرجع بعدين لأحداث 94 إلى آخره.
أضطر نتيجة للوقت أن أسرع من هذا الموضوع حتى نصل إلى الخلاصة باش ما نزيدش نطول عليكم أكثر، ربما أكثر من 20 دقيقة أخرى. الدولية تحت رعاية الأمم الالتزام المتعلق بالبناء الوحدوي المغاربي، وبعد إنشاء اتحاد المغرب العربي كمنظمة إقليمية جاء تأسيسها امتدادا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب. يتضح بجلاء أن المملكة المغربية هي الدولة العضو الذي صادق على أقل عدد من الاتفاقيات مع استثناء المقصود للاتفاقيات المغربي. يبرز ضرورة الاحتكام العاجل لمنطق العقل عوض رهان على الأسوأ الذي يبدو للأسف الشديد أنه يشكل مبعث مواقف المملكة المغربية تجاه الجزائر. وفي كل الأحوال ترفض الجزائر أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة، كما ترفض الجزائر كذلك منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب بعواقبها الكارثية على كافة الشعوب المغاربية، كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي يجعل المجموعة المغاربية في حالة من التوتر الدائم تتعارض كليا مع المبادئ والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية ولعلاقات جوار وتعاون. فلكل هذه الأسباب وبناء على العوامل والمعطيات السالفة الذكر، فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. طيب هذا كانت النهاية، لكن قبل النهاية لأني وانا نفوت كان الجزء الأساسي اللي خصنا احنا كحركة رشاد، واتهامات سخيفة جدا جدا لك لازم نسمعوها من عنده. خلينا نشوف اللي راه هنا. المغاربية وتحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة وكيدية ضد دولة جارة يشكل عملا خطيرا وغير مسؤول، ينتهك أحكام المادة 5 من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين الجزائر والمغرب، فضلا عن كونه يتنافى تماما مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان المشترك السالف الذكر. تشمل هذه الأعمال العدائية أيضا التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين بماك ورشاد، اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عدد من ولايات الجمهورية مؤخرا، إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن جمال بن اسماعيل تغمده الله بواسع رحمته. ومن جانبها هذا هو المفيد، هذا هو المفيد لخصنا مباشرة، وهو أنه رسميا تعلن العصابة ممثلة فيما يسمى بالمجلس الأعلى للأمن وممثلة بتبون المزور لجابه العسكر
اتهام رسمي لحركة رشاد، طبعا يضيفون الماك أيضا بأنها، أنا لا أتكلم عن الماك، يتكلموا على أرواحهم ويمثلوا أنفسهم، لكن يقولها بصرح العبارة. وتشمل هذه الأعمال العدائية أيضا التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين ماك ورشاد. أول حاجة يحب يديرها، يحب تولي شغل يسموها بالإنجليزية a given statement، يعني حاجة وكأنها مفهومة خلاص. المنظمتين الإرهابيتين تحديناك ونتحداك اليوم وغدا أن تثبت أي عمل عنفي، مش حتى إرهابي، عنفي، أي عمل عنفي ولو بمسدس ولو بطلقة واحدة ولو بمحارقة، نتحداك أنت ومن معك وكل العصابات اللي معاكم والعصابات اللي تساعدكم في الخارج وفي الداخل أن تجدوا دليل واحد لعمل إرهابي واحد لحركة رشاد. في الحقيقة هذه اتهامات متراكمة بديتوها في 18 ماي عندما علمت على أن حركة رشاد وغضفت لها الماك. احنا عارفين أن الماك إضافة فقط في الحقيقة باش تمروها عند بعض الجزائريين، عند بعض الجزائريين اللي كانوا بالنسبة إليهم كيفاش تدين رشاد الذي لم يعرف عنها شيء وتسكت على الماك، فأنتوا ما قلتوا أوكي خلينا نزيدوا معهم الماك. لكن كما قلت مش راح نتكلم على الماك، اللي راح نتكلم عليه هي حركة رشاد. لم تثبتوا بأي دليل حتى النهار اللي رحت جبتوا دحدوح كان الفيسبوك مقلب عليكم واليوتيوب وتويتر والإنستغرام ويضحكوا عليكم الناس، ودحدوح اللي مسكين ما كانش عارف وش يقول، إلى درجة أنه في الموضوع اللي جبتوا على دحدوح يقول لكم احنا كنا اخترقناهم لأن هذو تاع السلمية وإحنا كنا حابين نتخلط عصيان مدني وتتخلط فاخترقناهم، بمعنى أن حتى هو اعترف بأن احنا تاع السلمية، مع أنه مسكين ممكن تعرض لتعذيب شديد كان يقول الشيء وعكسه ونقيضه، ولكن هم تفضحوا مع أن الفيديو دارين لها الكات دارين لها التقطيع في كل مكان، لكن مع ذلك تفضحوا وجاء في لسانه أنه هذا جماعة السلمية، أي أن اللي جبته يديننا في النهاية قال أن هذا جماعة السلمية، قال جماعة السلمية، نحن سلميون، نحن لا عنفيون، نحن نكره العنف ونرفض العنف في العمل السياسي بل حتى في العمل الاجتماعي أو الأسري، نكره العنف فما بالك في العمل السياسي والعمل العام، ونحن نعرف أن العنف هو مثل الجيفة للدود، مثل الماء للسمك، مثل الهواء للإنسان أو الحيوان، العنف بالنسبة إليكم هو مثل كل هذا، العنف أنتم تحتاجوه وتتنفسوه وتمارسونه وتفعلونه وفعلتوه والأدلة ليس لها حدود، وقتلتم من الشعب الجزائري أو تسببتم في قتل أكثر من 200,000، ماهوش لعب. الآن يجي يمررها أن ثبت أن هناك علاقات للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين، نتحداك أن تثبت أي عمل إرهابي في أي وقت في أي زمان في أي مكان على أعضاء رشاد الحقيقيين، بلك تروحوا تجيبوا، طبعا تقدر تجيب أي واحد هناك تحطوا تحت التعذيب على أساس أنه رشاد، لا لا، الأسماء المعروفة والمشهورة واللي عندها تصريحات قد تعود إلى ما يزيد عن ربع قرن، وكتابات قد تزيد عن ما يعود عن ربع قرن. أما ارتباطنا بالعلاقة كما سميتوه بالمملكة المغربية فهذه قلت لهم قاعد سكتوا، يعني هل يعقل أن شخص وحركة وأشخاص يدينون أخطاء الحكومة المغربية والنظام المغربي ويقولونها صراحة، بل أن هناك كثير من حتى الأحزاب المرتبطة بكم لم يكن موقفها من القوة اللي كان فيه موقف رشاد عندما خرج السفيه المغربي ليتحدث عن ما سماه استقلال منطقة القبائل، عندما أدنى وبقوة شديدة خطوة التطبيع بين النظام المغربي والكيان الإسرائيلي، هل يعقل أن يكون لحركة أو لأعضائها علاقة مع نظام حكم تقوم هذه الحركة
من حيث المبدأ مخلصة لقناعاتها وأفكارها ومبادئها، ليس لشيء آخر، بإدانة مواقف تعتبرها مضرة ليس فقط للجزائر ولكن أيضا للمغرب وللمنطقة المغاربية. هل يعقل؟ هل يعقل؟ ما هي التنظيمات أو الحركات أو الأحزاب اللي ترتبط بدول تصبح ناطقة باسمها، بل أشخاص يرتبطون بدول أو يصبحون ناطقين باسمهم؟ ما شفتوش واحد الجزائري على الأقل كمثال بسيط، واحد الجزائري معتوه أصبح يلبس لباس الخليجي ويتحدث كما السعوديين والإماراتيين، وهو كان يوما مع عميل مغربي والناس تعرفه لأنه باختصار بسيط استطاعوا أن يشروه. كيف لحركة مثل حركة رشاد بكل تاريخها بكل نضالاتها أن تكون لها علاقة مع أي دولة؟ بل أكثر من ذلك، رايح نعاود نروي للناس ربما اللي ما سمعوهاش ما كنت قلت وما حدث في المغرب في 2015. باختصار شديد، عندما دعيت لحضور أول مؤتمر للمطرودين من الجزائر، من المغاربة المطرودين من الجزائر، وكان بمناسبة الذكرى الأربعين على مرور ذلك، طردوا في 75 وقاموا بالمؤتمر الأول في 2015، عندما أخبرني المحامي الدولي وهو مدافع عن حقوق الإنسان بأن إخواننا يريدون مؤتمر ويريدون مشاركة جزائريين حتى يفهم الإخوة المغاربة أن مش الشعب الجزائري اللي طرد المغاربة، مش الشعب، وخاصة قال لي باعتبارك أنك وجه معروف في المعارضة إلى آخره. فذهبت، وكانت هذه أول زيارة لي للمغرب من 91، آخر زيارة كنت دبلوماسي وكنت مشارك في وفد رسمي وكانت إلى مراكش في 91، وثاني زيارة كانت إذن إلى أين عقد المؤتمر في الرباط إذا كان ذاكرتي جيدة، وحضرت وشرفني إخواني المنظمين بأن ترأست أول الندوة الأولى وتحدث فيها 3 أو 4 أشخاص. الشخص الرابع جاي يتحدث وقال أنه أستاذ في التاريخ وأبدأ يهاجم وقال أن الجزائر داخلة فينا 17 دخلة وأننا مش ما عندناش مشكلة فقط على الصحراء للنظام الجزائري راه يعارضنا فيها، وإنما أيضا عندنا مشكلة في الحدود مع النظام مع الجزائر والصحراء الشرقية ومانيش عارف إلى آخره. في حينها طلبت قلت لهم أنا ألغي أني أترأس هذه الندوة وأديرها يعني، وراح نتكلم وراح نرد على هذا الكلام. خليته كمل طبيعة الحال، لكن نضت ورديت عليه وقلت له بصريح العبارة، قلت له اسمع يا أخي الدكتور، احنا رانا هنا كمغاربيون نريد وحدة المغرب العربي أو المغرب الكبير ككل، وليس فقط بين الجزائر والمغرب، لأن كانت كاينة هناك لافتة مكتوب فيها المغرب العربي الكبير. قلت له نحن نريد في الحقيقة الاتحاد المغاربي، وقلت له احنا نفضلوا حتى باش نسموه اتحاد المغاربي باش ما يكونش عندي انزعاج عند خاوتنا، لأن هنا موجود الأمازيغ كما موجود العرب، ومن الأفضل لا تخالفنا التسمية، فنحن نفضل بناء نسموه البناء المغاربي ككل، وفي المستقبل الشعوب تقرر وش تسميه. لكن قلت له شوف، لن نقبل المساس بمتر واحد من أرض الجزائر، كما أنك لن تقبل المساس بمتر واحد من أرض المغرب، يا إما ننزع ونلغي الحدود كلها ونبني دولة مغاربية أو اتحاد مغاربي يجمعنا جميعا بدون حدود ولا سدود ولا، فنحن تقريبا شعب واحد يجمعنا كل شيء وتفرقنا هذه الحدود، وإما إذا قال كل واحد نشد حدودي، فقلت له نحن سندافع وسنقاتل على أرضنا، لأن القضية قضية أرض والأرض عرض. والحقيقة أنه ساد صمت رهيب حوالي 20 ثانية، ثم انفجرت القاعة كلها بالتصفيق وكانوا كلهم مع الموقف اللي تحدثت عليه. إذا دخلنا في قضية الخلافات حول الحدود راح تولي حروب دحس والغبراء إلى الأبد. احنا نريد أن نبني اتحاد مغاربي وأن يولي الجزائر يروح لمراكش
والمغربي يروح لتونس، ولا الليبي يجي من بنغازي الى نواديبو، والموريتاني يجي الى وهران او الى عنابه او الى تيزي وزو او الى ورقله، وانت تريد ان تبني الحدود والسدود وتقول لي عندكم داخلين فينا 17 دخله. خلاص، هذا لو كان ترجع الدول عما ورثته على الاستعمار وتناقش فيه لن تنتهي الحروب ابدا ما بين الدول. لما جيت خارج بعد انتهاء المؤتمر بيومين او ثلاثه، يعني المؤتمر كان فيه يومين او ثلاثه، في اليوم الثالث غادرنا، جيت خارج انا والاستاذ رشيد مسلي، فاذا بممنوع الخروج. علاه؟ قال لك لازم تبصم. وكنت حكيتها وصرا مشادات بيني وبين المسؤول هناك، لكن قال لي انا ما اوامر يا اخي، لانه نادى الى مسؤوله الاكبر، فتكلمت مع مسؤوله الاكبر كان ضابط في الشرطه، قال لي والله اوامر. قلت له لماذا؟ قلت له بالمناسبة، يعني قلت له لو كان جاء اللي حامل هذا الجواز لونه أبيض، عينيه زرق أو خضر، شعره أصفر، تحبسوه؟ قلت له ما تقدرش. قلت له أتحداك أن تحبس واحد فرنساوي أو بريطاني أو يعني أصيل من هذيك البلاد. قلت له تحبسوا خاوتكم، لأنكم تحقروا خاوتكم، لأنكم تحقروا نفوسكم، ولأن المسؤولين تاعكم يخافوا من أربابهم الغربيين ولكنهم يحقروا خوتهم. قال لي راه فيه آخرين أيضا. قلت له أنا متأكد لما نروح للقاعة الأخرى باش ندير، إلا رحت ندير بصمات سأجدهم جزائريين وتوانسة وليبيين وعراقيين ومصريين. وبعد أن رفضت فكرت، قلت أنا وش يهمني في قضية البصمات، هما أصلا عندهم، يعني أي شيء مسيته في الفندق أو عندهم البصمات، يعني يريدونها نوع من أنهم يقولوا لي باللي راك غير مرحب بك. لكن أنا أعتبر المغرب بلدي، وجيت كي جيت للمغرب شميت ريحة الجزائر، شميت ريحة الجزائر، وقلت أنا لن أقع في لعبة هؤلاء السفهاء اللي أعطوا الأوامر لهؤلاء الشرطة. وبالفعل لما رحت للقاعة لقيتهم كلهم عراقيين وجزائريين وتوانسة باش يبصموا، لأني قلت له في النهاية كي ما نبصمش واش تقدر تدير؟ قلت له تعرف واش تقدر تدير؟ ترجعني إلى لندن. قلت له أنا رايح لندن. قلت له لكن لأني ناوي نجيب أولادي يجيوا يشموا ريحة الجزائر في المغرب لأنها نفسها تقريبا، فرايح نبصم. قلت له بصح هذه ستكتب للتاريخ، وأنا نعتبرها أنها مادام جات من جهة رسمية تاج على رأسي، لأننا إحنا لا يمكن أن نكون عملاء لأي كان، لا أفكارنا، لا قناعاتنا، لا أخلاقنا، لا شخصياتنا، ثم أن أي معارضة تضع يدها في قوى خارجية تصبح عميلة لها وتصبح خاضعة لها، أفراد يضعون أيديهم يصبحون عملاء. فنتحداه، نتحدى العمامرة وأسياد العمامرة وجنرالات العمامرة أن يثبتوا، مش برك المغرب، جيب لنا أي دولة. بالمناسبة في العام الأول للحراك عندما كان العمامرة هذا وزير خارجية ونائب رئيس الوزراء وراح يشكى بالحراك وراح عند الروس وراح عند الألمان وعند الطليان، كانت رشاد لما راحوا عند الروس قالوا لهم راهو فيها كذا إلى آخره، فيها رشاد هذه، وهذه رشاد مرتبطة بفرنسا وبالحلف الأطلسي والدول الغربية، أي أن رشاد عملاء لفرنسا والحلف الأطلسي والدول الغربية. هذا كان في العام الأول. في العام الثاني تغيرت، لأن في الحقيقة فرنسا تدعمهم وبعض الدول الحلف الأطلسي تدعمهم على المباشر، فقال لا، رشاد هذه مرتبطة بتركيا وقطر. لكن تبين فيما بعد، خاصة بعد ما جاء تبون في العام الثاني للحراك، أن لا، علاقته قوية مع الأتراك، وربما راح تلقى من عندهم حتى ملايين دولارات عندما كان وزير السكن من شركة تركية في رشاوي كبرى، وأن علاقته لقطر وصل إلى درجة نفتح لهم الجزيرة. بعد ما كنا عملاء في العام الثاني للحراك لقطر وتركيا تغيرت الأحوال، وفي العام الثالث ها نحن اليوم يتهمون أننا عملاء للمغرب وإسرائيل. ها هو جا المليح. تاريخ رشاد معروف، كتاباتها معروفة، تصريحاتها معروفة، وإداناتها للكيان الإسرائيلي معروف، وبوضوح بالرغم من أننا نقيم في دول غربية قد تكون هناك لوبيات
تزعجنا وأزعجتنا أحيانا، لكن مواقف مبدئية خالصة. إذا العام الأول كنا فرنسيين ونيتو مانيش عارف للحراك، العام الثاني ولينا قطريين وأتراك، بعدين ولوا الفرنسيين معاهم والقطريين والأتراك معاهم، الآن رانا مغاربة وإسرائيل. إن شاء الله المرة الجاية برك ما يقولوناش راكم مع أثيوبيا ومع تنزانيا ولا مع طنجانيق. إذا تغيرت وتحسنت علاقاتهم مع النظام المغربي ومع الكيان الإسرائيلي اللي هم عندهم علاقات سرية، ونحن نعرف أن لديهم علاقات سرية. واش يزيد في المقطع؟ في هذا المقطع يضيف أيضا من أنه عندنا علاقات مع المغرب وإحنا اللي قمنا، طبعا يضيف معنا الماك ورشاد اللتيني، ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عديد الولايات الجمهورية مؤخرا. هيا أعطينا واحد جبته، واحد برك جبته من رشاد، ومعروف أنه حقا من رشاد، وقال أنا كنت قمت بالنيراء أو بالحرائق. واحد الماك هكم قدرتوا تجيبه، لكن أعطينا واحد من رشاد. لن تستطيعوا نجيبوا واحد بحق أنه من رشاد. واحد مزور من رشاد تقدروا، ما عندكمش مشكل، لكن واحد بحق من رشاد لن تستطيعوا. لماذا؟ لأن أولا يستحيل على من يحمل أفكار رشاد اللي هي تدعو إلى دولة مدنية، إلى الخير، إلى أي 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 إلى نهضة البلاد، إلى الازدهار، إلى أن يقوم بحرائق يقتل شعبه، بل يستحيل أن يقتل شجرة أو يقتل حيوان، فما بالك يقتل الناس. ثم أغلبية أعضاء رشاد المعروفين راهم في السجون في الداخل، والجزء اللي ما قدرتلوش راهو في الخارج، لكن الأغلبية أعضاء رشاد المعروفين راهم في السجون، وبالتالي الآن أصبح سجنهم في الحقيقة هو دليل آخر أن رشاد ما عنداش علاقة بالحرائق. بل أنا نضيف لك شيء، حتى الماك أنا لا أصدق أن تاع الماك قاموا بالحرائق، لا أصدق، لأن هذيك أرضهم وقراهم وتشرهم، ولا أصدق أنهم قاموا بالحرائق، برغم اعتراضنا المطلق على فلسفة وسياسة الماك وقلناها مليون مرة، لكن للإنصاف رجال، فقط الأقوياء يكونوا منصفين حتى مع الخصوم، بل حتى معاكم أنتم الأعداء. هذه العصابة بقينا دائما منصفين. أما بن اسماعيل الشهيد بإذن الله، أما بن اسماعيل فأنتم الذين قتلتوه، وكان الهدف بعد أن دمرتم المنطقة وبعض الحرائق أنتم التي قمتم بها، مش كل الحرائق لكن جزء من هذه الحرائق أنتم. والسؤال دائما، من المستفيد من الحرائق؟ أنتم، باش تضربوا منطقة تمردت عليكم وعلى عبثكم دائما، ثم باش تلهوا الناس على الأكسجين اللي كانوا يموتوا فيه وما زال، ثم باش تكسروا الحراك، درتوا الحرائق وبعد الحرائق وجهتوها، كنتوا حابينها تشعل فتنة. بل أن صحفي من صحفيكم أمس زلت لسان، كانت معبرة جدا، خرجتوا اليوم تقولوا لا وما كانش يقصد ومانيش عارف ودرتوا بيان، لكن قال المنطقة الإرهابية، كون ما سمحهاش كون ما عاودهاش، قال المنطقة الإرهابية، تقصدوا منطقة القبائل، كون ما سمحهاش ما يعاودهاش، هذا إلا ما كانتش مكتوبة أصلا، إلا ما كانتش مكتوبة له، درك طبعا تمسحوا فيه الموس هو يعني. إذا مرة أخرى نتحداكم، سواء في قضية ما تقولون علاقات خارجية مع أي جهة كانت، دوروا لو كان تجيبوه دوروا، أورو واحد، نتحداكم أن تقولوا هاي عطتكم الدولة الفلانية أو الحكومة الفلانية أو الجهاز الفلاني، أورو واحد. نتحداكم أن تجيبوا ربع رشادي يجي يقول أنا شاركت في الحرائق أو كنت في الحرائق، قلت ما عدا الذين مزورين تاعكم يعني، هذوك ممكن. ونتحداكم أن يكون واحد من رشاد، بل من الأغلبية العظمى من الجزائريين، أنتم اللي قمتم بقتل جمال بن اسماعيل، بلطجيتكم، عناصركم، وقد أبدع الجزائريون في إظهارها وإثباتها. يا كذابين، يا مخادعين، يا مجرمين.
لا أريد أن أطيل كثيرا. وقبل أن نختم ونتحدث لإخواني المغاربة كما الجزائريين، خليني نعطيكم هذه واحد من الأسئلة اللي طرحوها عليه. أسمع هذه: سوف تتدخل في إعادة وجلب المتورطين والمطلوبين من القضاء على غرار محمد العربي زيطوط وأمير بوخرس؟ كل من يقوم بأعمال عدائية ضد وطني من الخارج ستطلب الدولة الجزائرية، وقد انطلقت في ذلك، أن تطبق على هؤلاء الأشخاص القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع الأعمال المخلة بسيادة دول صديقة، الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى العنف، الأعمال التي تخلق البلبلة في أوساط الجاليات الجزائرية في هذا البلد أو ذاك. فالدبلوماسية الجزائرية ملتزمة بالسهر على تحسين أوضاع جاليتنا في كل مكان وتحت كل ظروف، وفي نفس الوقت الدبلوماسية الجزائرية ملتزمة بالعمل والتعاون مع دول الإقامة ليطبق القانون على الجميع بدون استثناء، خصوصا الجوانب في القوانين المحلية والدولية التي تحافظ على سيادة الدول وعلى حرمتها الترابية، وتشارك هذه القوانين في الهبة الدولية المعاصرة للوقاية من الإرهاب وللعمل على استئصال الإرهاب. يا مجرمين، كم دمرتم من بلدان بما فيها بلادنا باسم الحرب على الإرهاب، الحرب على الإرهاب، حرب على الإرهاب، الحرب على الإرهاب. هم الأمريكيين الآن اللي كانوا يعتبروا طالبان إرهاب، اليوم الأخبار تقول أن مسؤولين كبار من أمريكيين بما فيهم قادة كبار تاع المركزية تاع CIA يجتمعون مع طالبان باش يشوفوا معاه حلول. وهاي أمريكا بعد 20 سنة كانت تسميهم إرهابيين، وهاي هربت هي والدول الغربية، وهاي القيامة قائمة. مع ذلك احنا بعيدين كل البعد على التفسير الديني لطالبان، على تفسيرها للإسلام، بعيدين كل البعد. مع ذلك تثبت طالبان اليوم للإنصاف أنها تدخل كابول ولم تقتل أحدا، بل أعلنت عفو على المسؤولين وعلى الوزراء وعلى الجنرالات وعلى الجميع، ولم تحترق كابول ولم تنهب كابول، ولم، في حين أنه معروف أنه دائما لما تدخل الجيوش الكبيرة أو الصغيرة أو تستباح المدن. لكن مش هذا هو حديثنا. حديثنا يا 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 مرتزق، يا عميل الفرنسيس بالأدلة، يا خائن البلاد بالأدلة، يا من جبتوا الفرنسيس على الأجواء الجزائرية وساعدتوها في احتلال مالي ودفعتوا المازوت والأموال والأكل والمخابرات الجزائرية تشتغل للفرنسيس، وما زالكم تحضروا في إرسال، باش تحضروا، رانا عطلناكم فقط، أحرار الجزائر عطلوكم لإرسال جيش الجزائر رسميا، راه موجود جزء لكن مش رسمي بدل الفرنسيس، راكم تقايضوا في دول غربية لن نرسل الجزائري إذا سلمتونا فلان وفلان وفلان. وأكيد أن تسليم إسبانيا لمحمد عبد الله لا يكون بعيد جدا أيضا على قضية إرسال جيش جزائري لمالي، وقضايا أخرى كثيرة في الحقيقة ما بينكم بين إسبانيا. قال لك احنا يعني أمير دي زاد داير له 9 مونداداري، داير له 9 مذكرات توقيف دولية. الفرنسيس حارب جايبين لهم كلام لا يستقيم، يقولوا لهم مرات تواريخ متناقضة، أماكن متناقضة، وثائق جزء منها عكس الآخر. يعني أنا شفت الوثائق بعضها فضيحة كبرى، فضيحة كبرى.
حراق غادر البلاد كما يغادرها أو غادرها مئات الألاف من الحراقة، استطاع بجهده وبعمله وبدعم الأحرار له أن يفضحكم ويكشفكم ويجعل حياتكم جحيم. والحمد لله كثيرين الآن يفعلون ذلك أيضا. لكن هاكم عندكم درك كم وأنتم تطاردون في أمير ديزات؟ كم؟ حوالي 4 سنوات، منها سنتين بالقانون أو تسمونتم بالقانون. وين وصلتم؟ لا شيء، مع علاقاتكم ومع المصالح مع فرنسا ومع كاع واش قدمتوا لفرنسا وما قدرتوش. لن تستطيعوا، لأن هذه الدول فيها قانون. صحيح إسبانيا اخترقت قوانينها وسيتم إدانتها من الاتحاد الأوروبي ومن المنظمات الدولية ومن إسبان ومن من 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 الحقوق، المنظمات الحقوقية الإسبانية ستدان وبشدة في تسليم محمد عبد الله. لكن محمد عبد الله مع ذلك كان طالب لجوء، أمير قوبل اللجوء نتاعو. صحيح مازال ما تمش تثبيته، لكن قوبل اللجوء نتاعو. لن تستطيعوا. ثم أمير لم يرتكب أي جريمة في منظور القانون الدولي والمعاهدات الدولية، يا من تزعم أنك تعرفها، لم يرتكب أي جريمة في هذا المنظور. إنما في منظور قانون العصابات نعم، لأنه انتقد والي أو جاب ملفات لجنرال أو جاب ملفات لوزير أو جاب ملفات لزقماطي أو جاب ملفات لشنقريحة، نعم في قانونكم أنتم. وهو نفس الشيء فيما يخصني في الحقيقة، سواء كانت ملفات تحدثنا عنها أو أكثر ما أقوم به أنا هو التحليل وهو الرد على البروباغندا نتاعكم وهو فضحكم وكشف أكاذيبكم. نحن نعيش في بلد يسمى بيننا وبينهم القانون. هنا بيني أنا الجزائري أو ذاك الفيتنامي أو ذاك الإفريقي أو ذاك الصيني، بينه وبين وزير الخارجية البريطاني أو رئيس الوزراء البريطاني أو الملكة البريطانية القانون. القانون، عندما جاوني الشرطة قبل أيام وقالوا لازم أن تغادر، قلت لهم لن أغادر، مع أنهم جاي في الحقيقة لأنهم عرفوا أن هناك خطر داهم وأن هذا في الحقيقة من أجل حمايتي، لأنه القانون يفرض عليهم أن يحموا كل إنسان بل كل حيوان يعيش في هذه البلاد. لكن عندما قلت لهم لن أغادر وتفاوضوا معي وبكل هدوء، بعدين راحوا سألوا مسؤولينهم وجاء قال لي لن نستطيع فرض المغادرة عليك بالرغم أنها لحمايتك. قلت له أعرف ذلك، أنا أعرف القانون وأعرف البلاد هذه وأتحدث اللغة وأنا دبلوماسي سابق وأعرف القوانين الدولية جيدا، ثم أنا أعرف أن هذه البلاد مشهورة بأنها لا تتدخل. يعني الآن كن نبقى نلعن في رئيس الوزراء البريطاني من هنا إلى العام القادم، لن يتدخل لا البوليس ولا المخابرات. إذا ما عجبوش الحال يروح يرفع علي قضية. حتى الملكة كان قال سب فيها إلى يوم الدين، لما عجبهاش الحال تروح ترفع علي قضية. الحال الوحيدة التي يتدخلون فيها هو أنك تدعو إلى القتل أو تدعو إلى العنصرية أو تدعو إلى الكراهية، ثم تولي قضية نظام عام لوردر بيبليك. أما قضية الانتقادات كما نقوم بها احنا، نحن لا نتهجم عليكم لأن لا نكذب عليكم، نحن ننتقدكم بشراسة وبشدة، ولكننا نبقى دائما في إطار نحافظ على الكرامة الإنسانية للناس ونحافظ. أما كوننا نقول أن شنقريحة قاتل فهذا حقيقي، لدينا الأدلة لدينا الشهادات. عبد العزيز مجاهد مجازر هذا قاتل، نعم لدينا الأدلة، عسكريين. قايدي قاتل، نعم لدينا الأدلة. تبون مزور ومتورط في الكوكايين، ابنه على الأقل وزوجته متورطة في ليزافير وهو متورط في ليزافير على الأقل مع عدة شركات متاع السكنات، هذا حقيقة. ثم يا مرتزق يا رمطل عمامة يا رمطن كما تحب أن تنطق، رمطن يا رامتون، من يسجن الجنرالات؟ أليسوا هؤلاء الجنرالات الذين في السجون اليوم كنتم تقولون لنا أنهم قيادة الجيش
أنهم أفضل ما في الجيش، أن القيادة العسكرية قيادة البلاد، أو كل الجنرالات اللي كانوا مع القايد صالحهم في السجن وبعضهم في القبر. من يسجن أو يحيى اللي كنا إحنا ننتقده بشدة، وكنت أنت تتلقى من عنده الأوامر عندما كنت وزير خارجية من قبل؟ من؟ ألستم أنتم؟ أليس جنرالاتك أسيادك؟ من يسجن سلال الذي كان سيدك أيضا في فترة؟ من؟ ثم تتحدث عنا ويتحدث عن القوانين وأن دولنا الصديقة والإرهاب، كلها قضية باش تربطوها بالإرهاب. لن تستطيعوا، لن تتمكنوا أبدا بإدانة أي حر حقيقي بما فيه أعضاء رشاد بالإرهاب، لأننا نكره الإرهاب ونكره العنف، ونحن سلميون لا عنفيون، ولكننا شرسين جدا وراديكاليين وثابتين على مواقفنا من أجل قيام دولة العدل والحق والقانون، قيام دولة مدنية. إنما ما تقومون به هو أن الحراك خرج وقال مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، خرج وقال تبون مصور جابوه العسكر ما كانش الشرعية، خرج وقال جنرال أبوبيل والجزائر تدي الاستقلال، خرج وقال الاستقلال الاستقلال الاستقلال. إنكم تعتقلون وتسجنون وتعذبون وتطاردون وتشردون الأحرار والحرائر لأنهم ثبتوا على مبدأ حرية الشعب الجزائري، نهضة البلاد، قيام دولة حقيقية. الشعب يقول هذه دولة ولا استعمار؟ لن تستطيعوا أبدا، فنحن نعرف القانون ونعرف هذه المجتمعات ونعرف حقيقة كيف ندافع عن الحق، مش عن أنفسنا وإنما عن الحق. لن تستطيعوا. أرادت السعودية، وهي التي لديها علاقات بمئات المليارات من الدولارات والمصالح مع بريطانيا، في التسعينات أرادت أن تستلم معارضين اثنين، وعملت السعودية وعرضت أموال ضخمة على الحكومات هنا، وحاول بعض الوزراء أن يساعدها، لكن في النهاية المحامين اللي دافعوا على المعارضين السعوديين في النهاية لم تستطع السعودية، برغم كل ما لديها من مال ولوبيات وإمكانيات وشارية هنا، الدنيا شاريتها، فما بالكم أنتم تهربوا في أموال الشعب وتنهبوا فيه؟ تستطيعون أنتم؟ تستطيعون أنتم أن تواجهوننا على المستوى الدولي وعلى مستوى القوانين الدولية؟ نعم نحن فقراء، فقراء المال، فقراء المادة، ولكننا أغنياء العقل، أغنياء الفكرة، أغنياء المبادئ والأخلاق، وصلب صلابتنا تساوي صلابة الجبال في مواجهتكم، والله إنها لآخر نفس، ولكن دائما سلميا وبلا عنف، لأن العنف أنتم هم العنف، والعنف هو أنتم، لو كان لكلمة العنف كم مجال آخر. قتلتم 200,000 من الشعب الجزائري، وما زلتم تقتلونه بكل الطرق، وآخرهم موتى الأكسجين وموتى الحرائق. وانظر إلى الشعب ينتفض، ستسقطون وسترحلون، وسيأتي بك الشعب يا رمطلع معمرة، لأنك يومها ستكون هارب، وسيأتي بك الشعب بحق، لأنك مجرم وشاركت في إجرام التسعينات وفي بيع الأكاذيب، أنت على عصابة تاع التسعينات. سينتصر الشعب، ولكن أقول في ختام قولي للمغاربة والجزائريين الأحرار، الشعب الجزائري والشعب المغربي، إياكم وأن تنخرطوا في صراعات وفي هجومات بعضكم البعض. لو تقوم حرب بين الجزائر والمغرب فهي نهاية المنطقة، نهاية شعوبنا، نهاية أسرنا، نهاية بلداننا. إياكم ثم إياكم ثم إياكم. حي الله أحرار المغرب وأحرار الجزائر وأحرار تونس وأحرار ليبيا وأحرار موريتانيا، بل حي الله أحرار البشرية أينما كانوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.